سيداتي سادتي، مرحبا بكم من جديد مع طريق في العروض الحصرية والشيقة. لقيت لكم واحد الهميزة اللي تتقلبوا عليها كاملين، اللي هي عبارة عن شقة بفينيسيون ديال السكن فاخر ولكن بالثمن المتوسط. كنهضروا هنا على شقة بثمن ديال 470 ألف درهم، كنهضروا على 47 مليون. هاد الفينيسيون هادي اللي غادي تشوفوا معايا اليوم، الثمن ديالها 470 ألف درهم، وممكن يكون هناك نقاش في الثمن. ومازال كاين الطبق الأول وكاين الطبق الثاني، والعمارة كاين فيها لاسانسور كامل المشترك، وكاين فيها كذلك مرآة السيارات. إذا قبل ما غادي ندوز نقول لكم الموقع والبلاصة فين كتجي هاد العقار، كنبغي نذكركم ما تنساونيش بالضغط على زر ديال الإعجاب والاشتراك باش نتحمس ونقلب لكم ونبحث في بلاصتكم قبل ما تعذبوا أنتم، ونقلب لكم على أجود العروض. إذا مرك على الزر ديال الإعجاب اللي هو البصمة، وكذلك الاشتراك اللي ممكن تشتركتي راه معك طريق بقناة أفير. إذن اليوم كنتواجد بكم بمدينة مكناس. مكناس أرحب بكم وبالضبط بالحي ديال الويسلان، ومن هنا كنقدم التحية والسلام لجميع القاطنين بمدينة مكناس وكذلك جميع المغاربة أينما كنتم داخل وخارج أراضي الوطن. كنقول لكم شكرا بزاف على المشاهدة ديالكم، شكرا شكرا أعماق القلب. إذن كيفاش جات الفصالة ديال هذا العقار غادي نبدا بها. عندي العقار ديالي اليوم، ها هي الباب ديالو، هذا هو المدخل ديالو. عندي فيه صالون اللي هو هذا، فيه هاد الكوان هذا دايرينو في الدخله بحال سيجور اللي ممكن يتصابوا فيه دي كانابي، وتفرقوا عندي المطبخ والغرف تفرقوا على الجهه المقابله ديالي. دار العقار ديال اليوم فيه مساحه اجماليه تقريبا ديال 94 متر مربع، اما في التتر كيكون اقل شيئا ما. عماره اللي فيها لاسانسير، فيها باركينغ، وفيها كذلك الدار ديال الكونسيرج او الاساس. هنا كما قلت كنتواجد بمدينه مكناس، بالضبط اللي كنتواجد به هو واحد من اكبر احياء في مدينه مكناس، لا ما نقدرش نقول اكبر حي في مدينه مكناس، الا وهو حي ويسلان اللي اصبح كيشهد واحد الكثافه سكانيه كبيره، وفيه جميع المرافق اللي تقلب عليها الانسان من اسواق وابناك، كذلك مواصلات، كل شيء كاين هنا، ادارات كاينين هنايا. اذا حي اللي هو حي نموذجي وحي مثالي. عندي هذا هو الصالون ديال العقار، كنلقى قدامه كاين عندي واحد السيجور هو هذا، وهاد الكوان هذا اللي كتشوفوا معايا، وهاد السيجور هذا دايروا فيه قدامه البلاصه فين دير التلفزيون، دايرين فيه هاد الديكور هذا اللي هو ديكور كنلقاه فقط في السكن الفاخر، ودايرين فيه هاد اللعبات اللي كيتسموا دينيش، هما هادو كدير فيهم ديكوراسيون. هاد العقار اللي كنصور لكم اليوم مازال بصح ما وجدش 100%، ولكن فضلت انني نصور لكم باش اللي بغى يستافد ويشري مثلا في الطوابق مثلا الاول والثاني، راه كاينه قابليه حاليا مازالين كاينين في ارض هاد العماره ولا في الواقع في هاد العماره. عندي هنايا غرفه اللي هي الغرفه الاولى، غرف اللي هما متسعين وغرف كبار بديكورات اللي هي جد متناسقه. وتنتوما اعزائي المشاهدين الا كان عندكم شي عقار بغيتو تبيعوه، فانا راه الخدمه ديالكم جميعا اجل البيع مثلا شي ارض قابله للبني ولا شي ارض فلاحيه ولا كذلك شي فيرما، فنحن راه الخدمه ديالكم. شوف معايا هادي لا فينيسيون ديال هاد العقار. عندي الغرفه رقم واحد هي هادي، جي غرفه اللي هي مربعه، قدامها كنلقاو طواليت الدوش، فيها البلاصه ديال لافابو. كيما قلت لكم راه مازال هاد العقار مازال في الاطار تجهيزات النهائيه ديالو ولا الفينيسيون النهائيه، تشطيب والفينيسيون ديالو النهائيه. عندي هنايا طواليت، ندوزو لهنا كتلقى عند كوزينه اللي هي ايكيبي، مازال غادي يديروا فيها لا اوط ولا بلاك والفران ديالها وكل شيء ديالها غادي يدار. هما هادو. اما بالنسبه مازال غادي تصاوب فيها الشراجم ديالها، البلاصه ديال الثلاجه ها هما داروها هي هذه، البلاصه ديال الميكرووند، البلاصه ديال الفران، لا بلاك والبلاصه ديال لاوت وميم لا فيسيل. ونزيدكم هي انه كاين بالكون عندنا هنا خارج من هاد المطبخ. تن باش نعاودها، بالنسبه للثمن اللي اكد ليها صاحب العقار هو 470 الف درهم، وممكن يكون هناك شيء ما من التفاوض ومن النقاش. هنا فيها ثلاثه ديال الغرف، مطبخ جاهز. هنا عندي الغرفه الثانيه هي هذه، اما البلاكارات ديالها بلاكارات كنظن مازالين غادي يجهزوهم،
مازالين غادي تجهزوا البلاكارات، فيها الإنارة ديال ليسبو ديال العادمين، وفيها كذلك الإنارة ديال الليل. هنا عندي الغرفة ديال الوالدين، هذه المفاجأة هي أن الغرفة ديال الوالدين فيها الحمام ديالها. دوش طواليت كلشي كاين، وبقات ليا آخر حاجة هي أنني ندخلكم تشوفوا معايا الغرفة ديال الوالدين الفينيسيون ديالها. فينيسيون فيها الإنارة ديال الليد، الراس ديال الناموسية هو هذا، بلاكارات هما هادو، كلشي كاين. عقار فيه داكشي اللي يحتاج الإنسان في الحياة ديالو. عقار اللي منظم نقي زوين، فيه فينيسيون زوينة، و حتى الثمن ديالو جد جد منافس بشنو ولينا كنشوفو في السوق. إذن كنتمنى أعزائي المشاهدين يعجبكم العقار ديال اليوم. كان معكم طارق من قناتكم أفئيل، كنقول لكم إلى اللقاء وفي عرض مقبل إن شاء الله عما قريب.